استاذ امير، يعني قبل ما نسيب ماتش امبارح، هل الاهلي بعد الفوز امبارح في اللقاءين، طبعا اللقاء الاول واللقاء الثاني امام بيراميدز، حسم الدوري ولا لسه الدوري في الملعب؟ هو طبعا كان باين من بدري ان يعني اللقاءين الاهم في موسم النادي الاهلي على مستوى الدوري السنه دي هم لقاءين بيراميدز، لان هو كان فريق ماشي بخطه ثابته، مكمل سلسله انتصارات، متصدر، بيوسع الفارق. لكن ان النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق الفوز في المباراتين، خصوصا مباراه الامس، خلاص اعتقد بتقربه بشكل كبير جدا، ما لم تحدث مفاجاه يعني مدويه اذا كان النادي الاهلي يقدر ان هو يفقد نقاط في المباراه القادمه. ولكن اعتقد حتى شخصيه النادي الاهلي في التعامل مع المباراه دي وقدرته على حصد النقاط، وان هو حتى ما يوقعش النقاط سهله، يعني في مباراه فاز بفرق هدف، مباراه الداخليه، مباراه فاركو، مش فقدر ان هو برضه حتى ياخد اللي هو عايزه من المباريات، وصولا للمباريات المفصليه في موسم النادي الاهلي والمنافسه على الدوري، مباراتي بيراميدز ومباراه ايضا مودرن سبورت، باعتباره برضه منافس قوي ومن الانديه القويه في الموسم الحالي. قدر ان هو يحقق اللي هو عايزه في الفتره دي، مواصل سلسله انتصارات، كل دي يعني زي ما نقول بلغه الكوره الفوز بيجيب فوز. فخلاص هو وصل لمرحله ان انا يعني شايف الدوري على بعد، على مرمى البصر. فبالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني، اعتقد الامور ماشيه بشكل ايجابي، وبيقترب النادي الاهلي شيئا فشيئا من بطوله الدوري. على العكس طبعا بيراميدز خلاص الموضوع ما بقاش بايده، حتى لو يعني حتى ما قبل مباراتي بيراميدز هو عارف ان هو داخل منافسه، والاهلي حتى لو فاز مؤجلاته هيبقى فرق نقطه لصالح النادي الاهلي، عشان كده كان مطالب ان هو على الاقل ما يخسرش في مباراتي بيراميدز، وينتظر تعثر في مباراتي الاهلي، وينتظر تعثر الاهلي في اي مباراه لاحقه. عشان كده الامور اتصعبت عليه بشكل كبير جدا، حتى لو فاز المباراه المتبقيه هيبقى في انتظار على امل هديه من النادي الاهلي، واعتقد النادي الاهلي ما بيديش هدايا في المرحله دي من الدوري.